ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم كله في افضل حال. وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده، الفيديو بتاعنا عباره عن افكار لسندوتشات تنفع كفطار خفيف او اللانش بوكس بتاع المدرسه. خدوا فكره ونفذوها عندكم. الطلب مني الفيديو ده يعني من فتره بسيطه خالص، فحبيت كده ان انا افيدكم والبي الطلب. طبعا طلبته مني ورده، فانا حبيت ان انا افيدكم بالفيديو ده واكون نفذت الطلب اللي طلب مني. اول ساندوتش كده معانا هو ساندوتش يعني انا بحس ان هو مهدور حقه ومحدش بيتكلم عليه، وهو لذيذ جدا جدا. عندي هنا قطعه كده او شريحه من التوست، وعندي كمان وش لبن والجبنه الرومي سواء قديمه او جديده. بجد الساندوتش ده جنان، طعمه حلو قوي قوي، انا بحبه يعني. انا عاملاه لنفسي، هو الفطار عامه ليا ولزوجي. ف يعني انا ولادي خلاص كنت مشيتهم وديتهم المدرسه وعملت لهم نفس الكلام بالظبط، بس نوع واحد بس من السندوتشات. مش يعني بكتر لهم سندوتشات ولا حاجه عشان ياكلوها، وكمان تعملي لهم حاجه هما بيحبوها عشان السندوتش ما يرجعلكيش تاني. فانا هنا جبت كده قطعه من التوست وضفت كده فيها قطعتين كده من ضفت فيها الاول وش اللبن، وبعد كده ضفت قطعتين كده من الجبنه الرومي وبس. وتقفلي الكلام ده بقطعه تانيه من التوست. بجد سندوتش خرافي، عايزاكم كده تجربوه، هيعجبكم كتير جدا جدا. ينفع طبعا لللانش بوكس للمدرسه، ما تقلقوش، حلو قوي قوي ومغذي، وبرده كفطار خفيف. عندي كمان الساندوتش التاني، جبت قطعه كده من التوست وحطيت عليه كمان جبنه رومي سواء جديده او قديمه، بس القديمه بتدي طعم احلى. وقطعه تانيه كده من التوست وبس، وتحمصيه بقى في قطعه كده من الزبده او السمنه البلدي. دي تكايه حلوه قوي قوي، الزبده او السمنه البلدي. خلاص حبه تحمصيه زيت سمنه زبده زي ما انا عامله براحتك خالص. بس واحط كده قطعه التوست بتاعتي واقلبها على الوشين، تاخد تحمصه كده حلوه. ومجرد ما تلاقي القطعتين التوست لزقوا كده معاكي تعرفي ان خلاص الجبنه ساحت ومسكت في بعضها كده، مسكت القطعتين التوست في بعضه. انا بقسم الكلام ده كمان عشان اكتر نسبه الجبنه، فبقسم الساندوتش كده بالنص وبحط كمان يعني زي مثلث كده، واحط كمان قطعه كده هتشوفوها دلوقتي، واحط كمان قطعه من الجبنه الرومي عشان ازود طعم الجبنه في الساندوتش الجميل ده. بيبقى مقرمش وجميل جدا جدا، مش مقرمش ان هو ناشف كله، لا مقرمش من بره وطري من جوه، حلو قوي قوي قوي. برده زي ما قلت لكم ينفع للانش بوكس للمدرسه او كفطار خفيف، حاجه كده جميله. انا بحب الساندوتش دي جدا. بقلبه كده على كل جنب كده لحد ما احس ان الجبنه ساحت، بقسمه كده بالقطعه بتاعه البيتزا عشان يبقى سهل معايا يعني، وبحط شريحه كده من الجبنه وبقفل الكلام ده كمان بالقطعه التانيه. وبرده بفضل اديله قلبتين كده، طبعا النار بتاعتي تكون هاديه جدا عشان ما ياخدش لون معايا ويدي طعم مش كويس. الجبنه الرومي انا بحبها يكون جبنه رومي قديمه، ما بحبهاش تكون جبنه رومي جديده، لان الجبنه الرومي القديمه بيبقى طعم جميل جدا جدا في الكلام ده، في البيتزا بقى، في اي معجنات عامه يعني. بس هفضل بقى اديله بقى صدمات من كل جنب كده لحد ما احس ان الجبنه ساحت والقطعتين دول كمان مسكوا في بعضهم. شايفين الجبنه سايحه ازاي وجميله؟ بجد سندوتش جميل جدا جدا، جربوه. ده بقى الكلاب ساندوتش، وطبعا ده يعني ليه حشوات كتير جدا جدا، وناس بتعمله بطرق كتير غير الطريقه بتاعتي دي. فدي ابسط طريقه انا بحب اعملها، يعني بيضتين عليهم فلفل اسمر وملح، ونزلت كده في الطاسه بقطعه كده من الزبده ونزلت كده بالبيضتين. مجرد ما تحس ان هو استوى والبيض لسه ني كده من فوق، بحط قطعتين من التوست زي ما انتم شايفين كده، والبيض لسه ني كده من فوق، فاهمني؟ وبعد كده بقلب الكلام ده زي ما انتم شايفين كده. بحط بقى كده قطعتين كده من الجبنه الرومي. عندك بقى رومي مدخن او لانشون، يعني هو بيقبل حشوات كتير جدا. بقفل كده، بدخل الاطراف او بلم الاطراف يعني زي ما انتم شايفين كده. السندوتش ده مشبع جدا جدا جدا، يعني يكفي ان انت تعملي لاولادك سندوتش من ده، واي نوع خضار موجوده عندك حطيه مع نوع فاكهه، وسلام عليكم على كده. بس قفلت السندوتش بتاعي بالشكل ده كده، ولو في اي حاجه بقى طالعه من البيض ولا حاجه دخليها، بحيث ان السندوتش يكون شكله حلو كده وجميل. وبتفضلي تديله صدمات كده من كل جنب بحيث ان الجبنه الرومي تسيح من جوه بس. وبقطع الكلام ده بالنص، ممكن تسيبيه سليم زي ما هو زي ما تحبي يعني. بس كده السندوتشات بقت جاهزه معانا بالشكل ده، بجد جميل قوي 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 قوي، جربوها هيعجبكم كتير. برضو تالت او انا مش عارفه العدد ايه،
الساندوتش اللي معانا ده بقى نوع من انواع الساليزون. طبعا الساليزون يعني بص هو ليه حشوات كتير قوي وليه اشكال كتير جدا جدا، فانا هعمل بس معاكم كده ايه يعني شكلين، بدكوا فكره بس ان لو عندك طفل في حضانه ممكن تعملوا السندوتشات بتاعته بالشكل ده، يعني حتى هو لو مش عاوز ياكل هياكلها. وانا برضو بعملها لاولادي البنات الكبار يعني مش لازم في حضانه ولا حاجه. قطعت كده التوست وشلت الاطراف بتاعته وحطيت كده قطع من اللانشون والجبنه الرومي قطعتهم مربعات وحطيتهم كده، ممكن تسيبهم مربعات زي ما هم، ممكن تعملوا مثلثات زي ما انا عامله كده. وبالعصيان او العصيان الخشبيه دي وتقفلي كده بها السندوتش، ممكن تحطي واحده بس مش لازم تحطي اتنين زي ما انا عامله كده. وكمان ممكن تزيني بقى باقي العصيان دي من فوق، او يعني تحطي لهم قطع كده من الجبنه او قطع الطماطم، بس انا ما بحبش احط الحاجه اللي فيها ميه عشان بس ايه يعني الحاجه ما تبص منهم يعني، بس بحط كده قطع كده من الجبنه وبس. والسلام عليكم على كده. لو عندك بقى طبعا زيتون ممكن تحطي كمان قطعه زيتون كده على الوش الجبنه كده من فوق. هو الساليزون يعني ليه حشوات كتير جدا واشكال كتير جدا جدا جدا، فيعني انا بديكوا فكره وانتوا ايه يعني ينفذوا بقى عندكم او غيروا يعني. عندي كده كمان قطع كده من التوست خدتها فردتها كده بالكوبايه، طبعا مش هنطلع النشابه او المردانه عشان احنا نفرد القطعه دي يعني. وحطيت فيها كده قطعه من اللانشون قطعه من الجبنه الرومي، بس انصحكم اللانشون يكون متقطع رقيق والجبنه الرومي يكون جبنه رومي جديده، لان شوفوا العيش اتقطع معايا بسهوله ازاي، انا مش عايزاه يتقطع معايا، لو الجبنه الرومي دي جديده مش هيتقطع معاكي كده. وبعد كده جبت كمان خله او العود الخشب ده وغرسته كده في النص عشان يمسكهم لي كده مع بعض، وبرده تحط كده ايه قطعه من الجبنه كده فوق وكمان قطعه زيتون، بيبقى شكله جميل جدا جدا. طبعا ده ممكن تعمليه في الحفلات رايحين رحله ولا حاجه، تعملي كده زي سناكس كده فاهميني. بس دي مجرد افكار، انا حبيت كده ان انا يعني البي طلب ورده، هي طلبته مني فحبيت البي لها الطلب، وقلت اديكم افكار برضو للي حابب افكار لسندوتشات اللانش بوكس بتاع المدرسه. اتمنى كده الفيديو يعجبكم يا رب كده ان شاء الله. وطبعا المكرمشات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي انا بحب اجيبها من اما من الفرن او اشتري الكيس جاهز، الكيس ب 15 جنيه وانا بحب الكيس صراحه، برضو بضيفها في اللانش بوكس. اتمنى كده الفيديو يعجبكم، مع السلامه.